يا بيه، معايا هدوم حلوه قوي هتعجبكم. مش عايزين حاجه تلبسي من اتفرج بس، خامتها هتعجبك وهتعجبك قوي، وبعدين سعرها رخيص قوي. ما بنلبسش الحاجات دي، اتكل على الله. طب معايا هدوم بيت، معايا هدوم تروح بيها الشغل. بقول لك احنا بنلبسش الا من محلات مستورده. انت ايه اللي جايبها؟ طب اتفرج بس، سير زي مني، ده انا لسه ما بعتش حد. ما معناش فلوس. اقول لك دي واحده كده يا استاذ، استحقوا الفلوس. طب نخليها كده ماشي. هيا بيه هتشتري مني؟ طب بقول لك ايه، ايوه ممكن تيجي معايا لحد ناصيه الشارع، هنجيب لي فلوس بس في البيت عشان انا مش فلوس. واخد مني كل اللي معاك ده بجد؟ ايه رايك؟ طب ما طب ايه رايك لو حد يقف هنا يستنى وحد يروح يجيب الفلوس ويجي انا استنى معاه هنا؟ ليه بقى؟ ان شاء الله ناخد الطريق. ايه يا سام، انا ما نقدرش نمشي. ايه ده، انت مش عايز تبيع يا عم؟ بقول لك ايه، بقول لك ايه، يلا اتكل على الله. يا بنت بتذلني عشان تشتري مني؟ حرام عليك، بقول لك ما استلذتش. قلنا لك مش عايزين حاجه، غوري بقى في القهوه. يلا غوري. ايه ده، استحمل رخامتهم وخلاص واروح معاهم؟ استلزق واستفتح منهم وخلاص، ما عملتش حاجه كده. طب يا بيه انا قلت خلاص انت ترجعي تاني. طب خلاص انا موافقه، اجي معاك. تيجي يعني؟ تيجي. طب ما كمل اول، لازم تتعبينا. طب يلا عيش بقى يا بيه. طب يلا معاك. بعيد من هنا؟ لا لا قريب. عارفين يا بهوات كل اللي يشوف الهدوم دي عليكوا هتعجبهم قوي. طب بنت يا شاطره بنت، يلا احنا هنشتري منك كتير قوي، هنديك فلوس كتير قوي. افتحوا لي شغل وانا هعمل لكم اقل اسعار. ده احنا هنروح عليك. يا عم انت مين؟ انت ولا عايز ايه؟ غوري ولا مش معايا اي فلوس فكه والله، لسه مش ما استفدتش. بس تمشي، ده وقع له تعبان، فكك منه. يلا 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 وانا راجع هديك فلوس. طيب يلا يلا يلا، انا مدي ايد على ايه؟ خلاص حرام عليكم، سيبوه سيبوه، حرام عليكم، ده غلبان. غلبان ايه ده؟ كله ثواب. شوف ثوابق، ده ثوابق، مالكيش دعوه بيه. امشي بس، ما تضربوش يا بنت، ده ثوابق ثوابق. يلا شوف شكله عامل ازاي. يلا امشي بقى انت كمان، خلينا نشتري. يا بيه لسه كتير يا بيه، انا هفتح لك محل. بس اصبري، تعالى. لا خلاص قربنا نوصل، تعالى بس. اتفضلي. والله ما استفتحتش، ما كنتش مشيت المشوار الطويل ده. تعالى بس. طب انا واقفه لكم هنا. تعالى خش هنا في الدور. لا لا حد يجيب لي فلوس، انا واقفه لكم. ما تخفيش يا بنتي، انا ولا عيب عليكي فيه. هتقف هنا بس عشان الشمس. تعالى الله يبارك لك. تعالى المشوار ضيق. تعالى. لا تعالى، ما تيجي جوه تشربي حاجه. لا لا انا واقفه هنا. بقول لك ما تيجي جوه تشربي حاجه بدل ما انت واقفه كده. لا يا بيه حرام عليك، ارجعي حتى من المشوار. لا الناس تقول عليا ايه؟ لا ما ينفعش. ايه يا بنت الدم؟ ايه انتوا بتعملوا ايه؟ حرام عليك. ده انا واحده بتجري على اهل عيشها. انا ماشي على بابا الله، انا عندي اقعد هنا يا بنت، ولا كلمه. اقعد هنا. طب في ايه؟ انتوا عايزين مني ايه؟ سيب الشنط دي. بس بس ايه يا بنت؟ ما اسمعش الصوت بقى. طيب حاضر. اسمعي لو قالوا لي حرف. طيب خلاص حاضر. لما تورينا وشك بس يا احمد. الله سيبوني وجهي الله، حرام عليكم، انتوا جايبين المشوار ده كله عشان تبهدلوني هنا. اسمع اسمع بقى، شوف انا لاقيه مش شغاله في الشارع وعماله تبيع في لبس ومحدش هيشتري منك. انت بقى توظيف اللبس هتقول لك قد ثلاث مرات اربع مرات قد اللي انت هتاخديه. يا عم بس باكل في الحلال. بس هتقضي معنا الليله حلوه وهتاخدي اللي انت عايزاه واكتر كمان. لو عايز تقعدي هنا على طول، شوفي بيت اصله عايشه في اصله. اصل بصي بقى يا شاطره، بمزاجك غصب عنها هتعمل اللي احنا هناخد اللي احنا عايزينه. انت لو عملتيه غصب عني بارادتك احسن يا شاطره. حرام عليك، هو الكلام اللي انتم بتقولوه ده؟ يلا بقى يا سنيوره ما تتعبناش معاكي بقى. يا عبد انت الاول ولا انا؟ طب لا خلينا للاول يا صاحبي. خلاص ماشي ماشي، انا هعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. ما احنا قلنا لك هنديك. اه ولا لا عبد حد يلحقني، بقول لك كتير يا عم الطبيعي. يا عم يا استاذ الطبيعي، انت يا دوخ. البت راحت فين يا عبد؟ خلاص بقى مش هنلحقها. بقول لك ضيع علينا المصلحه. اعمل ايه يا رب؟ روح فين؟ نار اسود، قولي من اي طريق ده؟ يا عبد فين؟ ده ضيع علينا المصلحة. يا عم احنا دافعين فيها حاجة، ما احنا استفدنا بالهدوم جوه اهي. عندك حق، لا يخلص في ايدينا ويجيب لنا بلوى. بس الله هو ده مش هسيب. يلا قوم يا دغوف، يلا قوم جاي. يلا يلا قوم. اصبر اصبر يا احمد، ده انا مصلحة ببوظها دي. شفتك على ناصية الشارع هنا تاني.
نهار اسود، حتى البضاعة كلها خدوها. صاحب المصنع هيبهدلني. هبيع ايه انا دلوقتي ولا استرزق منين؟ وهعيش منين انا؟ اسود عليا وعلى اللي بيحصل لي واللي بيجرالي. عملت ايه؟ انا مش عارفه اشكرك ازاي. انت فاهمني؟ طيب سامعني؟ سامعني؟ طب انا مش عارفه اشكرك ازاي والله. اكيد انت كنت طبعا بتبلغني من بدري، بس انا ما كنتش فاهمك. حقك عليا، انا اسفه والله. كل اللي جرى لك ده من هالصوت ده، هدومك كلها اتبهدلت. طب هدومي هم خدوها، الشنط. ايوه ده اكل عيشي. اجي معاك؟ مين؟ يا عمالك اتجننت في ايه؟ اقول له اللي حصل؟ هو عايز يقول لك ان احنا اتبهدلنا واتضرب، وناس سرقوا مني الملابس اللي كانت معايا اللي انا باكل من وراها عيش. الاتنين كده هجموا عليا. احمد وعبد الرحمن خدوا منك حاجه يعني؟ ايوه خدوا مني اكل عيش. ايه الهدوم دي اللي انا بسترزق منها؟ صاحب المصنع هيموتني. انا اتصرف. اتفضلوا اقعدوا هنا وانا اتصرف. بالله عليك انا مش مصدر غير اقعدي هنا. اقعدي حضرتك، انا اتصرف. اقعدي. ماشي يا احفاد الكلب انت عبد الرحمن. مصلحه ايه؟ الله، هم شويه هلاهيل بس هينفعوا برضه يا عبد. هم على حاله. ايه ده يا رجاله؟ احنا مش قلنا خلاص نطب بقى ونبطل الشغل الزباله اللي احنا فيه ده؟ ده 20 دي وريني يا عبد. ما تخبيهاش، وريني ده 20 دي. دي واحد صاحبنا جايبه لنا. طب وريني. طيب بس كده الشنط الهدايا الجميله بتاعتك دي. انت كنت محتاج وريني الشنط دي يا ابني. كنت كلمنا واحنا نجيلك كده بس. السلام. الشنط التاني. مفيش. اخلص. عبد عبد. بتاع الغلبان صح؟ انت جبته عليها. البنت؟ لا لا. طيب بص، انا ما بحبش اكتر كتير. حد تاني هيشتكي منكم هغوركم من المنطقه خالص. كلام تمام ومفهوم صح؟ حضرتك مالك؟ السلامة. السلامة. طب اسمعنا بس. السلامة. ده كمان الهدوم طارت مننا. وهات يا غبي. السلام عليكم. لبس. دي حاجتك؟ ايوه هم دول. ناقص حاجة تاني؟ لا الله يبارك لك والله العظيم مش عارفة أشكرك إزاي. سوري. الحمد لله يا ما أنت كريم يا رب. الحمد لله يا ألف ألف شكر. مش عارفه اشكرك ازاي والله. انا اسفه على البهدله دي كلها. السلام عليكم. السلام عليكم.